جبر. وراح طعنه 4 طعنات متتاليه، والطعنات دي موتته في وقتها. ولما حاول المهندس بروتان الدفاع عن كليبر، سليمان طعنه برضه، ولكن الطعنات دي ما ادتش لوفاته. وبعدها حاول سليمان ان هو يهرب في حديقه مجاوره، الا ان الشوارع اتملت بالجيش الفرنسي وقلبوا الدنيا عليه لحد ما لقوه. ووقتها حوطوا البلد بالكامل وعمروا المدافع، اعتقادا منهم ان الحادثه دي هي مؤشر على قيام ثوره جديده في القاهره. وبعدها بيومين بالظبط اتعمل لسليمان محاكمه عسكريه هو واصدقائه الاربعه اللي احنا كنا اتكلمنا عليهم، واتحكم باعدام الاربعه قطع رؤوسهم لتسطرهم على الجريمة. أما سليمان فحكموا عليه بقطع إيده اللي قتل بيها كليبر بعد إحراقها حية، ثم إعدامه باستخدام الخازوق من أسفل جسمه لحد ما يخرج من فمه، وكل ده وهو لسه حي، موتة في منتهى البشاعة. وبعد ما مات قطعوا رقبته وأرسلوها لمتحف كلية الطب في باريس، وبعد كده اتحطت في متحف الإنسان في باريس مع الخنجر اللي قتل بيه كليبر تحت عنوان جمجمة مجرم وخنجره. وبعدها بسنة تم جلاء الفرنسيين عن مصر، ودي قصة ممكن نحكيها في حلقة تانية. بس كده يا سيدي، برأيك هل تعتقد